عربات، الله أكبر، استهداف عربات اثنتين تتوجه إلى اللواء 38 في القطاع الجنوبي بمحافظة درعا التي تتم محاصرته اليوم الثالث على التوالي من قبل جبهة النصرة وبمؤازرة لواء اليرموك كتيبة درع حوران كتيبة محمد بن عبد الله. اللهم سدد رمينا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم سدد رمينا يا قوي يا عزيز.